ايدك تتلف في حرير يا عم صالح. ده ربنا مديك صنعة تغفل بيها اللي ما بيتغفلش. ان شاء الله يبقى في لقمه عيش حلوه بينا. وفيت وكفيت يا حاج صالح، واللي حسبناه في كرمك طلع محله. يا باشا محله ايه؟ اللي انا شفته ده ما شفتوش قبل كده. طب بص عامل الخنفسه ازاي؟ الصنعه اللي بتتورث غير اللي بتتلقن يا ماهر يا ابني. واحنا بفضل الله ابا عن جد معانا مفاتيح مخازن السوق كله. ان شاء الله، انا متفائل ان ربنا يفتحها علينا من واسع وندخل السوق الاوروبي واللي جاي كله عسل. استمر انت بس ومالكش دعوه. يا رب ارزقنا برزقهم. يلا يلا يا ابن عمي خلينا نتوكل. نستف امورنا الاول. امور اللي نستفها حد. هات قلم يا سيد. حاضر عادل. بص يا منى، الراجل اللي انت جايبني ليه شايفنا حراميه ولا حاجه؟ لزومه ايه بس وصل الامانه يا حاج صالح؟ احنا مخلصين كل حاجه من الاول. وانا لسه بقول ربنا يفتحها علينا وندخل السوق الاوروبي وكل اللي جاي عسل. بصراحه انت قفلتني يا عم صالح. الشغل من غير ورق ما ينفعش. اللي انا بعمله دون عشان يبقى فيه شغل بيننا وبين بعض تاني وتالت. تاخد انت حقك وانا اخد حقي ونفضل حبايب. شغلك عجبني بس كلامك ما عجبنيش. وزي ما السوق علمك كده انا كمان السوق علمني ان اسمي ما يتحطش على وصل امانه ولو على موتي. لا يا حاج. شكرا يا سيد. اداني امانه حاج صالح. ماهر ابن عمي واضمنه برقبتي. بس تاهت ولقيناها. ما دام تضمنه برقبتك يبقى تمضي على وصل الامانه. انا مش فارق معايا مين اللي يمضي، انا اللي يفرق معايا ان انا اضمن فلوسي. هات البطاقه. هات البطاقه. احنا في كمين ولا ايه يا عم صالح؟ هات البطاقه يا اسلام يا ابني. كنت تديني البطاقه بجد؟ موضوع بقى على رقبتي يا ابن عمي. بالله عليك قول لي هتعمل ايه بالحاجه دي؟ جميلك ده على راس يا اسلام، ويومين ثلاثه وهتشوف معدن ابن عمك على حق. طب اجله ريحني، قول لي عشان ارتاح. وعز الجلت لو القصه دي مع ناس كنت حكيت لك على كل حاجه. بس انا ملزم لا اجيب سيره حد ولا اجيب سيره حاجه. زي ما محافظ على كلمتي معاك لازم احافظ على كلمتي معاه. وكلمتنا مع صالح. يا باشا عيب، عمري ما اصغرك معاه. كله على الله. كله على الله يا ماهر. كل اللي فات برقوق واللي جاي مانجا يا ابن عمي.